نعود إلى سيف الشمري منسق الشؤون الإغاثية في المشروع العربي متحدثا إلينا من أربيل. مرحبا بك معنا سيد سيف، تسمعني الآن جيدا؟ أهلا بك، أسمعك واضح. مرحبا بك. ما أود أن أسألك عنه هو مرحلة ما بعد اليوم تحرير مدينة الموصل والدمار الكبير الذي لحق بها وبالبنى التحتية، وأهمية اليوم عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة. ماذا عن جهودكم في شؤون الإغاثية في المشروع العربي في هذا الصدد؟ هل بدأتم بالفعل بالتحرك لإعادة إعمار مدينة الموصل وإعادة الخدمات ولو جزئيا إليها؟ مساء الخير لحضرتك ولمتابعي قناة الآن الكرام. في البداية نستغل هذه الفرصة لتهنئة الشعب العراقي والقوات المسلحة اللي كان لها دور كبير في تحرير مدينة الموصل. بصراحة عملية التحرير رغم فرحتها ورغم بهجتها إلا أنه كلفت كثيرا من دمار ومن مخلفات للحرب التي دارت على مدى 9 شهور من أجل التخلص من تنظيم داعش الإرهابي. لذلك حسب تقديرات المنظمات الدولية فإن خصوصا تحديدا في الجانب الأيمن يعني حجم الضرر وحجم الدمار هناك جدا كبير نتيجة كونها مدينة قديمة وخلينا نقول أنه مساحات المساحات الضيقة والكثافة السكانية العالية اللي كانت فيها. نعم صحيح، الصور واضحة يعني نسبة الدمار كبيرة. نعم. كم برأيك يعني تحتاج من أموال لإعادة البناء؟ التقديرات تشير بصراحة لحد الآن تخمن إلى أكثر من 500 مليون دولار ككلفة مبدئية فقط للبنى التحتية، فقط لإعادة تشغيل وإحياء البنى التحتية في مدينة الموصل. بدأ تحرك في هذا الصدد عمليا لجمع هذا المبلغ. نعم. للمناشدات ل يعني ربط العلاقات بين الدول التي ستعيد إعادة أعمار الموصل من جانبكم. نعم. طبعا نعم، بدأت الحكومة العراقية بالتهيئة والاستعداد لعقد مؤتمر دولي في إحدى الدول الإقليمية المجاورة للعراق من أجل بدء حشد الدعم لإعادة إعمار مدينة الموصل تحديدا التي عانت ما عانت من الإرهاب، وكذلك المدن الأخرى صلاح الدين والأنبار، من أجل جمع الأموال لإعادة إعمار وإحياء هذه المدن من أجل عودة النازحين. هذه عمليات إعادة الإعمار ستدعم إعادة النازحين إلى هذه المدن من أجل عودة الحياة الطبيعية إليها في القريب العاجل إن شاء الله. نتمنى ذلك بأسرع وقت وأن يعود جميع النازحين إلى مدينتهم وبيوتهم. شكرا جزيلا سيف الشمري منسق الشؤون الإغاثية في المشروع العربي متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من أربيل.